مش كوبون هدايا من الاخير وصح، مش كوبون شركز هالمرة مبح بح، مش كوبون هدايا من الاخير وصح، مش كوبون شركز هالمرة مبح بح. ركز انت وصح صح مش كوبون وكيف العادة وضع جو جديد هالمرة، غير شارك والخير بزيادة غيرنا الفكرة بالمرة، تو حاجتنا ملموسة لا تشحوير وزر وحوسة، كل شي يقبل ووضح. مش كوبون هدايا من الأخير وصح، مش كوبون شركس هالمرة من بحبح، مش كوبون هدايا من الأخير وصح، مش كوبون شركس هالمرة مبحبح. جاوب عسوال وقول هديتك فوري وتاخذ طول، جاوب عسوال وقول هديتك فوري وتاخذ طول، غير ركز انت وصح صح. سامحيني يمي يومي جاني اليوم، روحي بسما ربي قاعدة تحوم، مش دايما الحد والعمر راح الدوم، سامحيني يمي يومي جاني اليوم، روحي بسم ربي قاعدة تحوم، مش دايما الحد والعمر هحدوم، روحي لك يا بلادي. تلات ايام عزاك الواحد متذكر لي ذكرى، فعلا الراحة في القبر والدنيا هي الحفرة، صوري الف اسم انتشرى، ادعو لصاحبنا عدى فيه اللي بكى وجعته في اللي قال الله ليرده، وانا عن نفسي مسامحكم يلي نويتوا لي الشر، ما عمره يشيلك هم الدنيا ولا بيها تنغر، صيور الخير يمر وصيورك يا بلادي عامرة، وخلوكم يد وحدة يا اخوتي نهاية الدنيا اخرى. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم من برنامجكم مش كوبون، صحة فطوركم وصحة شربتكم ورمضان مبارك على الجميع. اليوم حلقتنا من امام السوق الممتاز مواد غذائية في شارع الجلاء، كنا عارفين بان اجواء حلقتنا واجواء هدايانا كلها لمشاهدينا الكرام وكل الناس اللي معنا. بداية نقدم تحية خاصة جدا للراعي الرسمي لبرنامجنا وهو المركز الليبي لتقويم زراعة الاسنان في منطقة البركة، مع بعضنا بكم واياكم بجوائزنا باجواءنا نبدأ حلقتنا ببرنامجكم. مش كوبون هدايا من الاخير وصح، مش كوبون شركس هالمرة مبحبح، مش كوبون هدايا من الاخير وصح. شديد كرام، حاليا دخلنا بكم لداخل السوق الممتاز فرع مستشفى فرع طريق الجلاء، حالياً حيكون عندنا مسابقتنا. كما أنتم عارفين أن أول مسابقاتنا في برنامجنا مش كوبون هي مش بالسهل، هنأخذ العائلات اللي معانا في السوق وحنشوفوا مسابقتنا اليوم من اللي يكون سريع أم لا. تعالوا تبغوا نشوفوا هاي. إلى وشيء، كيف شفتي أجواء سوق ممتاز وأجواء البضاعة كويسة والسعر ممتاز إن شاء الله؟ الحمد لله. نناول الجميع. تخش معنا في المسابقة؟ إن شاء الله. تبارك الله، تفضلي معنا. هاي رمضانكم مبارك. الله يبارك فيك. قولي لي كيف شفتي أجواء السوق ممتاز، كيف شفتي أجواء الأسعار عندهم؟ لا والله ما شاء الله، حتى أسعارهم مين كويسة، بدينا نبرم نشوف الأسعار بالنسبة للمحلات أخرى كويسة الحمد لله. إن شاء الله. شاركي معنا في المسابقة؟ أول مسابقة لنا هي مش بالسح، تمام؟ حنعطي كل واحد سلة. هذه سلتك، سلتك فيها حاجة أنتي بحاولي الشوس هذا خليها أنا شوية، تمام. توا مسابقتنا هذه، تعال يعني عمو، يلا حنعطي كل واحدة فيكم ورقة، حلو، كل واحدة فيكم ورقة فيها مجموعة طلبات من السوق، من أسرع واحدة تعبيها قبل الأخر. جميل، مستعدين؟ أول حاجة الطلبات اللي عندك ركزي معايا، عندك باكو شاهي وباكو جبنة وباكو عصير وشاهي ناعم وبشكوط وهريسة ومخلل وفاصوليا، تمام. وأنتي لك معانا، أول حاجة عليك شوية، أيوة، أنت معانا زيت وطماطم مكرونة ملح سكر قهوة حليب حكية وكاكاو، جميل. ورقتك راجي، وأنت ورقتك راجي، هيا حاولوا شوية وسعوا، نبدو، 1 2 3. Oh,
وحده قلنا شاهي، هذا الشاهي والجبنه والعصير والشاهي والبشكوط سمايل، حطني بالقماطي والهريسه والمخلل والفاصوليا. جميل ما شاء الله عليك، تحيه لك ربي يحفظك، تحيه لها. هاي الثانيه وين؟ هذا الزيت، هذا الطماطم، هذه المكرونه، هذه المكرونه انت، وهذا الملح، هذا سكر، هذا الملح، هذا السكر، هذه القهوه، هذه بالحكيه والكاكاو، ونقول لها الف مبروك. الله يعطيك الصحه، صلى عليك. الجائزه الاولى لك معنا عباره عن مجموعه مواد تنظيف، نشارك التلاميذ في مواد التنظيف. جميل، نشارك التلاميذ اكيد الحيوة تحيه خاصه لنا في كل حلقه وحلقات، نعطينا مجموعه كبيره من الهدايا. وعندك معنا مجموعه بشكوط هلا لشركه مهاب للصناعات الغذائيه، وعندك معنا من محل ابناء العمامي الموجود في ماجوري شارع البرق لصاحب ايمن العمامي، اعطيك كوشه منزليه اللي هي كوشه المدفونه يقولوا لها، كوشه مايكروويف وفي حاجه اخرى، ثلاثه في واحد. جميل، الف مبروك لك، ربي يعطيك الصحه ان شاء الله. ايضا لك هديه ثانيه معنا، تحب الحوت ولا لا؟ ما فينا نحبش الحوت. هذه وجبه غداء وعشاء لشخصين من مطعم بابا الاسماك فرع الصابون. وعندك معنا عبارة عن دورة لغة إنجليزية متكاملة من الجامعة الليبية للعلوم الحديثة والتقنية في طريق الهواري شارع المركبات. ألف مبروك، إن شاء الله كل عام وأنت بخير، كل مدينة كل المشاهدين اللي بيحبوا. إن شاء الله ديما طيبين، إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين. ربي يساعدك إن شاء الله. أول هدية لك معنا عبارة عن وجبة غداء أو عشاء لشخصين من مطعم بالا الأسماك في فرع سيدي خليفة. هذه كل حوت هي. والهدية الثانية عبارة عن وجبة غداء أو عشاء لشخصين من مطعم صاطي للمشويات في طريق المطعم. جميل. والهدية الثالثة، تعالي معنا لورا، هي سبيزة رمضان متكاملة. أول حاجة من السبيزة عندنا معنا ثلاث أنواع بشكوط هلا لشركة مهاب للصناعات الغذائية. عندك مجموعة كاملة من شركة لميس لمواد التنظيف اللي دائما معنا في كل برامجنا، وعندك سبيزة رمضان بالكامل. أول حاجة السوق الممتاز اللي احنا حاليا قاعدين فيه، أعطيك صندوق زيت بركة وستيك رز وستيك سكر ورول مناديل متكامل. وشركة برنيط المواد الغذائية أعطيك صندوق حليب حكية وبامبرز للأطفال. تمام؟ أنت عندك في حجة عيال صغار؟ أعطيه جيرانكم. وأيضا عندك دار الغذاء المواد الغذائية أعطيك صندوق طماطم حكية وصندوق مكرونة سباجيتي ماركة بريما. فألف مبروك، شكرا لك. عندك كل سنة وانتم طيبين، ننصب البلاد وإن شاء الله يا رب يهدني العباد. اللهم آمين. كلمة تقوليها لهنا في اللي بيحدث لكل الناس حق هنا في رمضان، شو نقول لهم؟ كل سنة طيبين. انت طيبة ان شاء الله. معاكم متواصلين فاصل واصل في مش كوبون هدايا من الاخير وصح، مش كوبون شركة هالمرة مبحبح، مش كوبون هدايا من الاخير وصح، مش كوبون شركة هالمرة. معاكم زلنا متواصلين مشاهدينا الكرام في حلقتنا اليوم من برامجكم مش كبون من داخل السوق الممتاز في شارع الجلع. طبعا ما ننساش نقدم تحيتنا دائما للراعي الرسمي لبرامجنا وهو المركز الليبي لتقويم مزرعه الاصناف منطقه البركه. تو حاليا وصلنا مع بعضنا للمسابقه الثانيه، بعدها خذينا العنصر النسائي وكانت مسابقه نشيطه كانت رائعه جدا. تو حاليا حتكون في العنصر الرجالي والنسائي. حتكون عندنا اليوم مسابقتنا هذه لحظه برعايه شركه بريما للمواد الغذائيه. اول شيء كل عام وانتم بخير. طيب خير ان شاء الله. طبعا نحيي شباب الشركه ومندوب المبيعات اسامه كريم. اسامه كريم، انت بخير؟ انت بخير ان شاء الله. وانت؟ محمد عمامي. محمد اخبارك؟ اليوم محمد واسامه جايبين لنا قصعه وفيها مكرونه، من المتسابقين حيكسر مكرونه اسرع من الاخر؟ هذا يدي لك هرجه كيف من بدري، هذا كيف من بدري هرجه وخلاص. تمام؟ تو هذه المكرونه اعطينا يا عمامي. جميل؟ من اللي يكسرها قبل الاخر اسرع، بس كسرها نظام تكسير اوكي. جميل، يلا تعرف عليك منصور فرج بن حميد. يا سيدي الحمد لله، ان شاء الله كل عام وانت بخير. اول حاجه جاهز معنا المسابقه؟ ان شاء الله. هاي كل عام وانت بخير. اول حاجه طيب ان شاء الله. كل سنه طيب يا سيدي، مرحبتين بك. الحين اول شيء عرفنا بك. جمعه التاجوري، مرحبتين بك. يلا معنا جمعه، تعال هنا جمعه، تعال هنا استاذه، ندخلك انت، خليك انت، ايوه وانتم خلوكم حل. كل واحد فيكم عندك طبعا، انت حتساعدي استاذ. تمام، مكرونتك بريما وانت بريمتك عندك. نبدو. ما زال
مازال يا اخواني مستعجلين على الوكاله ولا على التكسير. هاي نبدو ملك الصلاه بسرعه قبل الاخر حنكسروها هن بس تكسير صغير. تمام واحد اثنين ثلاث تجوري زاخ تجوري التجوري زاخ كسرت في ساعة التجوري دار حاجة شنو كسرها من جوا قبل ذرات قديم شكلها ذرات قديم كسرها من جوا قبل بدي يطلعها ما شاء الله دخلوا مفرم مكرونة عشان هيك ما شاء الله عليكم اليوم اكيد تحية الكاميرا بربي يحفظكم هذا اللي كمل هذا لو هذا قصها قصها صغير انتم قصرتوها بسرعة لا حتى خبرة في مكرونة مرحبا ان شاء الله باذن الله خبرة في مكرونة والله خبرة شيء ما شاء الله عليك يلا جايزتك الأولى عبارة عن مجموعة مهاب لبشكوط هلا عطيتك ثلاث صناديق من كل نوع صندوق تمام وعندك شركة لميس لمواد التنظيف عطيتك مجموعة كبيرة من مواد التنظيف من جميع مشتقات مواد التنظيف تبيش هذه أنت تبي مكسة كهربية به غيره لك يا سيدي هاي أعطينا الاستخالة يا سيدي بهاي خلينا نمشي الأستاذ هاي أول هدية تعال أول هدية لك معنا عبارة عن مجموعة بشكوط هلا من شركة مهاب للمواد الغذائية جميل الهدية الثانية مجموعة مواد تنظيف من شركة لميس مواد التنظيف والمجموعة الثالثة عبارة عن مجموعة رائعة من منتجات شركة العين المواد الغذائية مازال ها معنا هدايا عدة الكبون الثاني عبارة عن كبون مزيل المرأة الشرقية للتجميل في منطقة شبنا شارع الزيت جلسة تجميل نسائية ألف مبروك وعندك معانا كبون من مختبر أكيد للتحاليل الطبية اللي موجود في الفيهات وأرض الزواوة عبارة عن كبون قيمته 200 دينار قيمة التحاليل وعندك معانا أيضا وجبة غداء وعشاء لشخصين من مطعم بالا للأسماك فرع بالعون ألف مبروك ها لا أخذ معاكم عيال كويسين عيد بالا غادي إن شاء الله كل عام أنتم بخير يا تجوري وكل ما تقول كل مشاهدين في اللي بحذا اللي في نقول لهم ألف مبروك بقدوم شهر رمضان الكريم أي والله نحنهم بشهر رمضان الكريم وإن شاء الله مكرونتهم طيبة إن شاء الله وشريبتهم طيبة إن شاء الله كل عام أنتم بخير الهدية الثانية بن حميد والماشي طيب هذي هاني بن حميد وين ماشي بن حميد أول هدية معنا عبارة عن مجموعة بسكوت هلا من شركة مهاب للصناعات الغذائية ولكن معنا مجموعة رائعة من مواد التنظيف من شركة لميس شركة المدة استحيل لهم والسوق المركزي المواد الكهربائية والمنزلية موجود في طريق النهر عندك مكنسة كهربائية 2800 واط وكل ولا مش وكل؟ وكل إن شاء الله وجبة شوي أول وكان لك معنا عبارة عن وجبة غداء وعشاء شخصي من مطعم هابي تشيكن اللي موجود في منطقة العود وعندك معنا وكال شكلك أنت صح؟ وجبة غداء وعشاء شخصين أيضا من مطعم إبروست في منطقة في شارع فينيسيا وفي الكيش وفي طريق المطعم ألف مبروك البدري محل البدري شانيل الأحذية في حي فدا الزاوية عبارة عن كبون شراء أحذية إن شاء الله كل عام بخير وألف مبروك وكل ما قلت كل شديد في البيت بارك الله فيهم وبارك الله فيك حتى أنت إن شاء الله كل عام بخير كده معكم مازلنا متواصلين هدايا مازال عديدة معي مجموعة كبيرة من الهدايا مبالغ مالية كاش وهدايا أكثر أكيد حموزوها على جمهورنا داخل السوق الممتاز في منطقة شارع الجلا مش كوبون هدايا من الاخير وصح مش كوبون شركه هالمره مبحبح مش كوبون هدايا من الاخير وصح مش كوبون شركه هالمره اول شيء اقول لك العام بخير ورمضانك مبارك يا رب الله يبارك فيكم كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله سنه سعيده عليكم ورمضان مبارك باذن الله تعالى شركه دار الغذاء منتجات البركه ومنتجات المراعي وشركه برضو مكرونه بريما يعني احنا تواصلنا مع
الاستاذ صاحب السوق هنا استاذ فتحي، وقدرنا نكون من ضمن المشتركين معاكم ومن رعاة البرنامج. طبعا اكيد ما لا اشكر الناس لا اشكر عز وجل، اشكركم شكر كبير بك قدام الناس، لان كمان كنتوا داعمين. تعال معنا هي، تعال والله مدير عام شركه الغذاء لدار الغذاء استاذ مصطفى. أنا أسأل بيك سمطة طيبين، كل سنة طيبين. أنا أسأل بيك سمطة بخير، ونشكركم شكرا كبير جدا باسم جميع مشاهدينا الكرام على دعمكم لبرنامج مشكبون السنة هذه، وكان لكم بصمة رائعة السنة هذه في برنامج مشكبون بهدايكم الجميلة جدا. أنا نشكرك جدا جدا إن أنت كمان معنا في البرنامج دوت، أو أنت طبعا أنت كل سنة وأنتم طيبين والمشاهدين طيبين، كلكم طيبين باسم الله. كل عام وأنتم بخير، هذه هدية بسيطة حلي بيها بقك. لا لا والله هذه شكاطة من أميرة. أنت بتحب القهوة صح؟ أنا لا مش مشكلة أي حاجة، أنا على البن أكيد يعطيك هدية ألف مبروك. الله يبارك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، مشكورين، شكرا لكم، بارك الله فيك. أكيد معنا مجموعة جوائز واجدة، تعالوا بس أول حاجة نعطي الشباب بس هدية اللي معنا هنا. سويت ليدي عطيه اليوم مجموعة رائعة من العطور الرجالية أروع ما يكون، هيا باشا، إن شاء الله كل عام وأنت بخير. سويت ليدي أكيد تحية لأخوينا فراج الشرق سيقدمون لها شكرا كبير جدا، وتعالوا نجرب بعضنا داخل السوق بدري. يلا هيك السلام عليكم، كل عام وأنت بخير، هيا تفضل. هيا حفيجنا، مجموعة شوكولاتة من شركة نوقا، هيا إن شاء الله كل عام وأنت بخير. هاي تعال عندنا مبلغ مالي مقدم من شركة العين للمياه الغازية، هاي تفضل. هاي شركة عنك بخير، وعندنا مبلغ مالي من العويل الصغار، تعالوا هاي انتو خود وين كمون انتو خود كل كمون ها بي هاك. هذه هدية اعطيها الماما اقول شركة عنك بخير من نور الهدى. يلا تعال عندنا هدية مبلغ مالي من شركة تالا للسفر والسياحة، الف مبروك. عندنا مبلغ مالي من شركة مهاب الصناعة الغذائية، كل عام وانت بخير. عندنا مبلغ اخر مبلغ مالي من مختبر اكيد تحية طبية، الف مبروك. عندنا جائزه قيمتها 300 دينار من الراعي الرسمي لبرنامجنا وهو المركز الليبي لصناعه لتقويم الاسنان، نعطوها بضحكه حلوه. كان انت بخير، هذه عباره عن هديه قيمتها 300 دينار كشف اسنان متكامل للمركز الليبي، الف مبروك لك. طب يا فاتك ان شاء الله هيك داخل السوق الممتاز للمواد الغذائيه في شارع الجلاء، حضرتك اليوم انتهت، تو حاليا عندنا الجائزه الكبرى. جاي ذكر مش حتكون هنا داخل السوق، ولا حتكون جوا السوق، ولا جنب السوق، حتكون في مكان ثاني. طيب خلص جاي ذكر مع بعض، هون نمشوا نشوفوا سيارتنا وين حتوصلنا، ما حنطلع جاي ذكر كبرى وما اللي حيفرح فيها اليوم. مش كوبون هدايا من الاخير وصح، مش كوبون شركه هالمره مبحبح، مش كوبون هدايا من الاخير وصح، مش كوبون شركه هالمره. والله شكلك انت بخير، وانت بخير ان شاء الله، رمضانك مبارك، الله يبارك فيك ان شاء الله، ربي كل سنه وانت طيب ان شاء الله. القماطه قال لك ابرم الشبش حقك الناس. تمام احمد، احنا اليوم في برنامجنا مش كوبون، تمام ان شاء الله رمضان مبارك، وهذه فقط الجائزه الكبرى. تمام الجائزه الكبرى، اول حاجه احنا هيك اليوم جينا مكذبين عندنا منديله، تمام قلنا نجيب لك هديه. تمام بارك الله فيك. الهدية الأولى عبارة عن هاتف محمول من محل المرشد في شارع عبد الجليل. بارك الله فيك. جميل. بارك الله. هذه هدية الأولى. وأنت قوي فرحك على الأبواب. إن شاء الله. فرحمتها إن شاء الله. والله ما زلنا ما حددنا، كان قريب إن شاء الله، بعد قبل العيد يا بعد العيد إن شاء الله. بعد العيد بإذن الله تعالى، ما فيش حاجة. العيد الكبير. العيد الكبير إن شاء الله. جميل. نحن تو عندنا هدية، حول لي هذا النقال، هذا شكرا كده لمحل المرشد. هاك امسك. مرحبتين. تمام. عندك هدية موجودة هن، شو نتوقعها أنت اليوم؟ والله من يعرف شو يقدر يفعل من شركات اليوم يجي لك هدية؟ والله من يعرف محمد بيخمن هي حاجة شغل الفرح، بلكي بيلو العروس صورنا ولا صورة هي البيلو. والله من يعرف. بي أفتح 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 هدية وأقرأ هاي. عزيز دير الأمر بعد جمانة، بارك الله فيك. بسم الله. هذه هديتك اليوم عبارة عن حجز قاعة الفرح الكامل من قاعة جمانة من سويت في طريق النهر، هذه حجز قاعة بالديكور بك. تمام. نشكر خوي عادل العشيري اللي قدمنا اليوم هدايا قاعات الأفراح للشباب، وساهمنا اليوم معهم في فرحتهم، ألف مبروك لك يا حمادي، إن شاء الله ربي يجمع عليك إن شاء الله. لا درت أنا خلاص. درت حتى الثاني. لا هي لولا وبارك الله فينا. ربي يحفظك حمادي. طيب ربي إن شاء الله يتم لك على خير، والفرح عزمنا أكيد. وجبناه والبنك.
شور الصفو؟ هاي الصفو هو بيجيب العشاء. هو بدا شور العشاء هو خافض صدره. انت غالي عندنا قدر كبير كل مليون دولار كل مشاهدين يبي حجر في شهر رمضان المبارك. ان شاء الله كسرت الطيبين وان شاء الله تحرر البلاد وتريح. رمضان الجاي باكي نقدر متريحين الله صيد نور حمادي والف مبروك كل عام وانت بخير. ربي يحفظك ان شاء الله سيدنا حمادي. اكيد نختم حلقتنا مع احمد العريبي اكيد كل عام وهو بخير كل سنه هو طيب والف الف مبروك له. حاليا وصلنا بكم لنهايه حلقتنا اليوم من برنامجكم مش كبون كيف تعودنا في كل يوم من ايامنا عندنا جائزه كبرى. جائزتنا اليوم كانت مقدمه من قاعه جمال للمناسبات في طريق النهر. في الختام شكر خاص جدا للرئيس الرسمي برنامجنا هو المركز الليبي لتقويم مزرعه الاصنام وشكرنا اكيد للراعي الاعلامي قناه ليبيا الحدث. ميعادنا بكره الله اعلم وين بكونوا داخل بنغازي او خارج بنغازي تابعونا وشاهدونا وكل يوم احنا معكم. كل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم طيبين رمضانكم مبارك. السلام عليكم. مش كبون يجدد بكرامة لقانا عالخيل إن شاء الله موعدنا شركس ما ينسى حبنا ديما الحب معودنا ما من خيري راجي فيكم كل الود نرحب بيكم خير غلب والكل رابح مش كوبون هدايا من الأخير وصح مش كوبون شركس هالمرة مبحبح مش كوبون هدايا من الأخير وصح مش كوبون شركس هالمرة مبحبح جاوب عالسؤال وقول هديت الفوري وتاخذ طول غير ركز انت وصح